استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء الذي يحل ضيفا عزيزا على وطنه الثاني مصر. وقد اصطحب السيد الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية. وقد أجرى الزعيمان لقاء ثنائيا عقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بسمو الأمير محمد بن سلمان معربا عن أطيب تحياته لأخيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، ومشددا في هذا السياق على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية لا سيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة، ومؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي، ومشيرا إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة السيد الرئيس وولي العهد السعودي لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار. من جانبه نقل الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين مؤكدا على الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية. وفي ذلك السياق تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية لا سيما في مجال تبادل الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة. كما شهدت المباحثات تناول التطورات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، حيث تم التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد. وشدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام، منوهين إلى أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة. وطالب الزعيمان في ذلك السياق ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والتوقف عن سياسات حافة الهوية بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع. وتم كذلك تأكيد ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه. كما تباحث الزعيمان حول عدد من القضايا الإقليمية على رأسها أمن منطقة البحر الأحمر والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا.
هذا وقد شهد الزعيمان في ختام المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة السيد الرئيس وولي العهد السعودي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. التوقيع على اتفاقية محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي يوقع عن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ويوقع عن الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية. اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، يوقع عن الجانب المصري المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويوقع عن الجانب السعودي معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي. وعقب انتهاء المباحثات حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توديع صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية عقب انتهاء زيارته للقاهرة.